كيف؟ اخباركم طيبين؟ حياك الله استاذ عبد الله، مرحبا ومسهلا، بالله تحيه لعبد الله الزميلي. هلا 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 ابو زميلي، يلا حي. ذبحنا النوم حنا. وشلونك؟ شلونك؟ كيف الحال؟ عشان شافك. انت مو كنت خلنا نشوف الشباب دقيقه. تودع الملعب؟ هلا والله، مرحبا. شو اخباركم؟ الله يعافيك. طيبين؟ بالله شلونك؟ يا ولد ما شاء الله، انا يا ولد راحت علي نومه، واعتذر والله من الاداره. اي والله عبد الله الزميلي، ما حد قعدني. تعال ابغاك. تعال مرحبا. مشكله انا من القريه ولا حد قعدني، انا احس ما حد قعدني اليوم يا اخي. حتى الباب راد. عبد الله زميلي، حط سوره قران. قلت اقعد احد يمشي من السيب. شفت انا. اي الله يسعدك عبد الله. كيف حالك؟ هلا والله. ما شو اخبارك؟ والله حيه. شلونك؟ عاش من شافك. والله طيب. احنا والله زعلنا الخبر قبل شويه، مش ارسلت في الجروب قبل ساعه انك بتعتذر، وزعلنا الخبر والله. لا انا بعلمك، ولكن طبعا اول شيء خليني اكمل مفلح. انك يوم اعتذرت قلت مع السلامه. طيب والشباب قالوا نشوفك ان شاء الله على خير. طيب دقيقه. اول شيء انا مكلم الاداره من زمان، ومكلمهم ان شاء الله اني اخذ شهر هنا تطلع. اي وش خلاني بروح ان شاء الله اشوف الوالده واغراض الوالده. الله يخليها لك. ولكن الاداره والله ما قصرت، بيض الله وجهها، من الاعداد، من الاخراج، من الموجودين، من الشباب، كل ابوهم والله اني اعتبرهم اخواني، قسم مثله. اي والله العظيم، واني والله اني اجلس معهم والصبح واستانس وانبسط، والله اني حتى صدري ينفتح. اي والله احاول اني الله اتونس مع الشباب. اي والله الله يسعدهم ويخليهم ان شاء الله. واقول بهاليوم هذا ان الله يخلينا امهاتنا، وان الله يطول باعمارهن، وان الله يسعدهن. ودائما والله العظيم في ناس يرسلوا لي مثلا يقول ليش تقول البلبث كذا؟ لا دائما نذكر الام. الام يا جماعه الخير يعني هي اللي تعرفت معنا، وهي اللي وقفت معنا، وهي اللي صارت معنا. والله يخلينا امهاتنا ويطول باعمارهن. بمناسبه الام نبغى تهدي شله للامهات. والله شوف امي. يلا ابشر بصدى. بس يلا عطنا صدى يا مهندس. القلم وين؟ القلم وين؟ يقول ما وفي بغلا امي، ما وفي بغلا امي يا الحبيبه، امي يا الحبيبه، امي يا الغاليه، امي يا الغاليه. شباب القلم وين؟ الله يحفظ امهاتنا ويطور باعمارهن، وامي تستاهل هالشيله هذه. الله يسعدهن لنا. شو اخبارك؟ شو علومك؟ لا 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 انت استانس، سمعت ان الزميلي مو موجود. بس وراك 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 انا وراك وراك انا عشان تروح. انا زعلان. انا ليش ما طقت على الباب؟ تدري يقولون عند مشوان مفلح حق حطاني عند المغسله. لا لا اي مغسله؟ يقول عند المغسله. عند المغسله. مغسله ايش دخلها؟ مغسله المويه. لا والله لا والله مغسله المويه. لا والله انا حالف بالله. هذا هدي والله. انت انا حالف. قلت والله ما يطلع من مخبار. قلت والله ما يطلع من مخبار. خله يا شباب. ابي 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 تخلي. والله ما اخذه. والله ما اخذه. اكيد هذا اسلم. اي اسلم. ها عبد الله الزميلي ترى يسمعونك، يعني اذا ما سمعناك احنا ثلاثه يسمعونك ملايين ترى. اسلم. تشوف يقول لك تمشى مع السيب. السيب فاضي. تمشى مع الظهر. اي سيب؟ السيب حق الدخول. اي بوليفارد بس وين؟ وين تمشي؟ يقول داخل مع الباب وتغسل وتزين بمرايه. اغسل وش اغسل؟ بمرايه طول عمره مغسل حقه المويه. تزين؟ لا ما يزين. كيف تدخل نايف؟ لا انا ما اتزين، احنا نلبس الغتره على طول. ربي هو شخصيه. الله يرحم والديك. اسمع اسمع تعال شوف هذا بيحطنا في باص، احس انه بيركبنا كلنا في باص، ومعنا ابو سلطان وناصر، وبيمشي في باص، واللي يقود الباص عبد الله الزميلي، وبيصدمنا في جدار. لا صدمنا في جدار. الاستاذ ناصر خلاص طحنا فيها. الاستاذ ناصر لا تغلط عليه. لا تغلط. وشو؟ لا تغلط عليه. طيب انت ليش اعتذرت اليوم في الجروب؟ جروب انا اعتذر لاخواني احبهم واغليهم. طيب بتروح انت ولا انت برايح؟ لا ان شاء الله اللي ماشي الشهر هذا انتهت الشهر. الله لا يا عبد الله تكفى نبغاك. اي شوف 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 تمصلح. شوف ما يبيني انا ادري والله ما يبوني. تعال بسلم عليك. تعال والله انا مع السلامه. طيب تعال تعال مع السلامه يا رجال. تعال طيب عبد الله. عبد الله كلمه ختاميه تقولها. اقول والله بيض الله وجيههم من اعداد للجمهور. طيب ابشر. من اعداد، من اداره، من جمهور، من
في تشبات من مقاطع تصاميم تصاميم جاتك تصاميم؟ عفا عليك والله عفا عليك جاني وانا اصبق هواء حطوك مع ثنائي احد حطوك مع ثنائي احد اي والله من الثنائي؟ شو اسمه؟ ثنائي من هو؟ الجميري لا شنو من الثنائي؟ شنار 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 الله جاني مقطع يعرف كيف يختار ها كيف؟ جاني مقطع امس انا وانا اصبق قهوه تريق قهوه هذه من حقته ايه طلعت حقت شنار الله اي والله وانا جايب لنا هديه لشنار جايب له هديه ان شاء الله انه يقبل العذر مننا بيض الله وجهك بس الهديه اللي احطها كذا عشان يجي عليها تصميم يحمهم يحطون تصاميم لا هديه عديده طيب وبعد كمل 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 كلمتك للجمهور وبيض الله وجيه الجمهور وما قصروا على لا خلي كمل يا اخي خلي كمل طيب كمل بيض الله وجيه الجمهور وما قصروا هي خلا بس ترجع المنديل اهم شيء راح المنديل وقفت على المنديل خلنا نكمل لا جمل لا اسلم اسلم بيض الله وجيه خلنك كمل بيض الله وجيه الجمهور الشباب بيض الله وجيه الجمهور بيض الله من دخلت البرنامج الى صار الظروف اي والله ولكن بيض الله وجهه يجيني تصاميم ويجيني مقاطع ويجيني بيض الله وجههم والله ما قصروا جزاهم الله خير وما شفت الا منهم الكلام الحلو وكلام الزين الله يجزاهم خير وما نقدم احنا فقره المطبخ ما نقدم شيء اللي يرضيكم ويرضي الجمهور ان كان حتى انا من كان ماني موجود عندكم اخوكم مفلح وعندكم عبد الله جميلي كلنا اخوان هنا بالمطبخ لو يصير ها يوم خنقات يوم هشات عادي اذا رجعنا للحقيقه فعبد الله الزميلي رسم الابتسامه في وجيه الجمهور الله يسعدك سواء في قناه الواقع ولا في السوشيال ميديا الله يسعدك صراحه كلمه حق الله يسعدك عبد الله الجميلي من الاسماء اللي تدخل السرور في وجوه الاخرين والابتسامه والفرح وبيض الله وجهك يا عبد الله الله يرزقك بر امك ويخليها لك فعلا لو ما لابوي ويدعو لخالي خالك خال عبد الله وابوه الله يرحمهم برحمته يا رب يرحم موتانا لو ما عبد الله الزميلي يطلع من ذا الاعلام كله الا انه دائما يعلمنا نحن نبر في والداتنا وامهاتنا وان الله لازم يرزقنا برهم هذه والله تكفي هذا اكبر فوز بيض الله وجهك عبد الله صدق مفلح اشوفك ان شاء الله على خير صدق مفلح تمر شيء يقول واحد كل يوم يرسل لي صوت يقول ليش تذكر الوالده وليش تذكر لازم نذكر الام لان الام هي اللي تعبت وانا اذكر امي افتخر واذكر افتخر امهاتنا الله يخليها لنا تدري شو ترد عليه قل اسال الله ان الله يهديك والحمد لله اي والله لان الام منا لا يوم القيامه نتكلم عنها ما نوفي احد اي والله اللي ما يفتخر بامه والله مو برجال مو رجال اي والله اللي ما يفتخر بامه والله مو رجال مو برجال اي والله وش رايك في تركي السبيعي التفت على تركي كلم ما بشين دعوه عادي لا بس وش رايك اتمنى لو اللحظه هذه يكلمه وش رايك في تركي السبيعي ما اي ما يكلمه طيب عبد الله انا بكلمه ويقول لهم وش رايك في ناصر الغامدي والله شوف ناصر الغامدي بيض الله وجهه وجزاه خير حتى قلتها سابق ناصر يمكن الشهرين ما أكمل الشهر والشغل والظروف ولكن ناصر أخو عزيز وغالي ما شفت إلا منه الكلام الزين والله يجزاه خير وما قصر ويعلو برنامج عامر للجميع إن شاء الله بيض الله وجهك آمين طيب اللي جابك البرنامج هنا ناصر الغامدي صحيح؟ ناصر أخو عزيز وغالي يا الله سلام الله. طيب عبد الله الزميلي عندي بعض الأسئلة هل عبد الله الزميلي استفاد من شهرته ماديا؟ بعلمك الصحيح تفضل شوف الواحد يا كذب الله يحطه بالنار نعم. الواحد كان صريح يكون صريح طبعا أنا تصدق يا مفلح جمعت 8 سنوات والله صدق ما طقيت لفلان وقلت ابي وابي وابي لا الله. الرزق وين؟ الرزق عند العزيز عند الله سبحانه وتعالى عند الله اي والله انا صبرت 8 سنوات وانا اشتغل بعز الشمس وبعز الحر والحمد لله حققت جزء بسيط للوالده من شغلي انا ما قلت ابي من فلان وعلان لا من جهدك من جهدي انا تعبت 8 سنوات وانا اشتغل شريت اول ود الوالده بيت فشريت لها ارض يا سلام اللي ببالي بالله تحيه يا اخوان والله تحية والله يسعدك هذا المشهور اللي ضرب مثال اللي جمع فلوس الشهرة وشرى أرض لوالدته فعلا أنت ضرب مثال وليس
من شغلي عرق جبيني. عرق جبينك يا سلام. الله اللي هي وشو؟ اللي هي العربة ولا المهيت فوت تراك والحركات والبركات. يا سلام دي. اللي انتشر لك مقطع فيها. الله الله. اللي يقول وش قال؟ اللي يقول الشمري الشمري ما بيعرف. طيب صل على رسول الله. انت الان عبد الله الزميلي، هل اشتريت سيارة؟ شوف بعلمك الصراحة. ولا مو بهم السيارة الان؟ شوف بقول لك الصراحة. مو بهم. لا 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 بقول الصراحة. انا شوف انا احب اصارها. اول شيء بيض الله وجيههم فاعلين الخير الله يجزاهم خير، قبل شهرتي وقبل شروا لي سيارة. صدق نكون. قبل الشهرة؟ مع بداية شهرتي. شوف كنت انا متحمس وجيتني السيارة. اكسنت. لونه بيجي. فضي. ايه بيجي. عودي. ايه. يوم فرحتي طول العمر يطلعونها من المعرض وانا اركب السياره وانا اجي وبروح افرح الوالده. اول ما جيت طول العمر لا تقول في ماسورتك. لا والله من ماسوره الدوار حق ساهر ابا ركبت طول العمر ما تهنيت بالسياره. الله خيره. اي والله خيره الحمد لله. انا اعترف كنت ما اعرف اسوق. رادتك أيوة. من شر ان شاء الله. ايوه الحمد لله. لك ما تشوف شر ان شاء الله وخيره خيره خيره. أيوة. لك. طيب عبد الله الزميلي وش تنصح الشباب اللي الان داخلين في مجال الاعلام؟ هل هم يستفيدون منه يقدمون رساله هادفه مثل ما قدمت انت رساله الان عن الام؟ طيب انا اشوف انا اقول حتى الاعلانات اللي يجي من الله يا هلا ابو ويا مرحبا ابو، والله اقسم بالله كل اعلان يجيني والله اني احول دائما للوالده. ليه؟ تحية قسم بالله تحية عشان رزقي. شكرا يا عبد الله. ومالي يتبارك. يا سلام يا سلام. لو تعلم 500 ريال تقسمه بين امك. ابيض الله وجهك. والله العظيم اشكرك فعلا فعلا هذا الكلام الطيب والله العظيم اشكرك عبد الله. والنصيحة الثانية طول عمر انا اقول يا اخوان اللي يتابعوني هنا ولا سواء اخواتنا ولا سواء امهاتنا والله يا اخوان ابانا بعد ابانا اللي حيين الله يطور باعمارهم واللي موتى الله يرحمهم ويغفر لهم ان شاء الله. وش رايك في مناحي الرجباني؟ خليني اتكلم ولكن انا انصح اي واحد بالشاشه تقول انا استحي، تقول انا اخذ من فلان، تقول انا اخاف يضحك بي وانا اشتغل وانا ابيع بطاوله ولا انا ابيع بعربه، يا اخي افتح لك متجر اشتغل عليه وترزق الله عليه، يبي الله يرزقك، لو تفتح لك سواء تعمل لك حلا بالبيت ولا سواء تعمل لك فطاير ولا تعمل لك كبسات ولا شيء تبيع ترزق الله، ترى الشغل مو عيب. ما ينفعك، اول شيء ما ينفعك لا استراحات ولا روحات ولا جاي، ما ينفعك الا رزقك وحلالك. العيب اللي تمد يدك للناس. ايه والعيب اللي تمد يدك وانت للناس. وانت تقدر انك تشتغل. تقدر تشتغل بس. وش رساله تصمد. رساله لمناحي. مناحي انا اقول من الاسماء الجميله. من الاسماء الجميله يفكر بس بالمشاهدات العاليه. الله الله اشكرك 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 يا استاذ عبد الله الزميلي. بيض الله وجهك. طيب هذا الولد اللطيف اللي جالس على الكنبة شوف بالله انظر لا كيف. أنا حاس إن عبد الله متكتب كذا شوي. متكتف؟ يعني مبعد. منك مكتفة ما هو مكتفة. اكتتاب. إيه متكتب. مش اكتتام متكتب. أنا عرض بالكلام يا جماعة. بس كتب بس وخلك سيدة. إيه يعني يحب إنه يفكر. فهمت؟ ويعطي سجة طول عمر. سجى مع الهجوس. حاس انه ما ادري يا اخي ببالي كذا انه ان شاء الله انه بياخذ المليون. الله لان مع سجته كذا وفراته كذا. الله ومشيته كذا يا طول عمر. الكريزما حقه وكريزمته. اي والله يمكن ياخذ مليون ما تدري. طيب واشتراك تركي بياخذ المركز؟ والله شوف تركي دائما يبدع بس الايام هذه ما عجبني. طيب فلاح العاصمي هذا ايش رايك فيه؟ بياخذ مركز 100%. شوف الشيخ طول عمر انت خل هذا يمكن ما ادري والله الله اعلم يمكن ابراهيم ما ادري. ايه شيخ والله ما اعرفك الا عبد الله. انا والله انا صغيره. ما اعرف الا عبد الله. صغيره الدنيا صغيره. ليش؟ الله اعلم. شوف انا اشوف ان وجود